معروفين حاليا بحقوق الهند وأمين. أولا أجمل وأطيب تحايا لكل المغاربة، وكل واحد كان سند وكان داعم، سواء بالتعليق الإيجابية سواء بالبرتاج وأي حاجة، كل واحد دار شي حاجة. شكرا جزيلا لكم، وكنشكر جميع الناس اللي كيترقبوا فارغ الصبر العرس الاسطوري اللي غادي ينظموا مجموعات اجي تكمل منصبين بزاوج شحال هذا مدينه الدار البيضاء يوم 11 يوليوز. وكنشكر ايضا جميع الفنانين اللي اكدوا انهم غادي يكونوا حاضرين، فنانين ورياضيين واعلاميين، وكاين مفاجات بزاف. وكنشكر الاخ مصطفى باري على المجهودات الجباره اللي كيقوم بها. بالنسبة للناس اللي حابين التواصل معي عن طرب، إن شاء الله غادي نخلي لكم رقم الهاتف. وكي كتشوفوا الناس اللي كتسول على المعاناة، كتسول على الألم، كتسول على بزاف الأمور، هي المعاناة موجودة في الدنيا في أي شيء. إحنا عشنا معاناة في الصغار، وعشنا معاناة في الكبار، ومازال كنعيش معاناة، ولكن الحمد لله النجاح يولد من رحم المعاناة. كاين معاناة كثيرة، وأول معاناة كنقدرو نعانيو منها هي المولوجيات اللي قليلة ما كايناش، وبزاف أمور أخرى، ولكن الحمد لله على كل حال الإنسان يحمد الله ويشكرو. وكنشكر جزيل الشكر كاع الناس اللي داروا يديهم في نجاح هذا العرس الأسطوري، واللي ساندونا واللي باغيين يساندونا. ألف تحية ليكم وشكرا ليكم، ومرحبا بكم. اللي بغي يعرف بزاف على القصه ديالي، ان شاء الله غادي ندير فيديو اطول ويكون فيه التفاصيل ديال القصه والحياه ديالي. مرحبا بكم في القناه الرسميه ديالي امين شويرك اوفيسيال، مكتوبه بالفرنسيه. وشكرا لكم بزاف على حسن الزياره وحسن الاستقبال. وكي كتشوفوا يعني بالنسبه لهاد بعض المشاهد اللي تشوفوا هي قليله بالنسبة للحياة اليومية اللي كنعيشها أنا وين. الحمد لله كنعيشو حياة يومية مليئة بالحب والإصرار والمثابرة، وهي بالنسبة لي سند من بعد الله والوالدين، يعني من بعد الله والوالدين، والوالدين ديالي كانوا سند كبير ومازالين، والحمد لله زادت تهند أنها كتشكل واحد سند كبير. شكرا لكم بزاف بزاف، ومرحبا بكم. التواصل إما عبر رقم الهاتف ديالي او عبر انستغرام امين تازيكون ارتست، ومرحبا بكم كذلك في قناه الرسميه ديالي امين شويرك اوفيسيال. شكرا لكم، وكنبغيكم، والف تحيه لجميع المغاربه داخل او خارج ارض الوطن. الف تحيه لكم وشكرا لكم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.